كما أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أن ذكرى يوم الشهيد هي ذكرى عظيمة وغالية على قلوب الجميع، يتجدد فيها تخليد الملاحم والتضحيات التي جسدها الشهداء الأبرار في أروع قصص الوفاء والإخلاص للدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف وتراب ومكتسبات هذا الوطن الغالي وأوطان وشعوب المنطقة. وقال سموه: نعتز ونفتخر بذكرى يوم الشهيد التي يتزامن إحياؤها مع أعيادنا الوطنية، والتي نستخلص من خلالها العبر والمعاني الجليلة. فمهما قلنا ومهما تحدثنا فإن الكلمات تعجز أن توفي شهداءنا حقهم، فهم من سطروا الملاحم وسجلوا بدمائهم الطاهرة أروع قصص الوفاء والتضحية. وأضاف سموه أن المعارك الخالدة التي خاضتها مملكة البحرين للدفاع عن عروبها وسيادتها هي شاهد على تلك التضحيات، فقد كانت معركة الزبار التي قدم فيها الشهداء أرواحهم الزكية الملحمة التي سطرتها أوراق التاريخ والتي نقشت بدماء شهدائنا لتكتب عنوانا جديدا اسمه البحرين الحديثة سنة 1783 للميلاد، لتظل رايتها خفاقة وتبقى أرضها عزيزة وشامخة. وتابع سموه: إنها ذكرى وطنية عزيزة نستحضر فيها الأذهان ونقلب فيها صفحات التاريخ، لنستذكر أبطالنا البواسل وشهداءنا الأبرار وما قدموا من غال ونفيس لنصرة الحق والدين والذود عن تراب ووحدة وكيان البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. معتبرا سموه أن يوم تقدير ووفاء وعرفان لشهدائنا البواسل الذين لن ننساهم أبدا، وستبقى ذكراهم العطرة حية جيلا بعد جيل، مستذكرا سموه الرجال الأبطال الذين خدم معهم طوال 8 أعوام وكان بجوارهم في ميادين القتال والشرف خلال حرب إعادة الأمل لجمهورية اليمن الشقيقة بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذين نالوا شرف الشهادة مقدمين أرواحهم الطاهرة فداء لدينهم ووطنهم وأمتهم. مؤكدا سموه أن العمل مع هؤلاء الأبطال شرف عظيم، متضرعا سموه للمولى العلي القدير أن يرحمهم وأن يتقبلهم وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهمهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.